خمس نقاط لتحفيز الكولاجين بالوجه. خلونا نتعرف كل نقطة وين موجودة وشو بتساوي بوشنا. Let's go! كيفكم صبايا؟ اليوم فيديو كتير رائع. ممكن تكون ضغطات بسيطة تغير شكل الوجه للأفضل. خلونا نتعرف على كل نقطة وشو بتعمل بالوجه. نقاط تحفيز الكولاجين بالجسم. مثل ما كنتم شايفين، أول نقطة عند زوايا الفم، حركات بسيطة ومنسحب تحت الخد. هذه الحركات البسيطة بتحفر لنا الخد. لاحظوا، تكرر هذه العملية 5 مرات. النقطة الثانية بالقرب من الأنف، لاحظوا وين منحفزة هذه النقاط، أيضا 5 مرات ومنسحبها إلى الأذن. تحفز الجيوب الأنفية وأيضا بتخفف من حساسية الأنف. تكرر هذه العملية أيضا 5 مرات. أما النقطة الثالثة هي عند زوايا العين، أيضا بحركات دائرية ومنطلع بهدوء إلى الخارج. هذه الحركة بتخفف من الهالات السوداء وأيضا الانتفاخ اللي موجود تحت العين بكل سهولة، أيضا تكرر 5 مرات. النقطة الرابعة فوق الحاجب، أيضا نحركها وبتطلع لفوق. هنا تعطينا أريحية للحاجب، تعطينا حواجب مشدودة وبتخفف من الصداع. هذه الحركات البسيطة أيضا تكرر 5 مرات. أما النقاط الأخيرة اللي هي للجبهة، هون أنا بوزع الكريمات على الجبهة فبتخفف لي من توتر الجبهة، أيضا بحصل على جبهة مشدودة وأكثر شبابا. غوالي، تعرفنا نحن على نقاط تحفيز الكولاجين بالوجه، حركات بسيطة ما بتاخد باليوم منها 15-55 ثانية بيناتهم. كيف مساويها؟ حسوا انه وشكن عم ينتعش عم يتنفس ورح يعطيكم النتيجة قريبا. خبروني بالتعليقات حبيتوا هذه المعلومات وشو منحب نشرح معلومات جديدة. ما حبتي ما تنسوا لايك وكومنت وشير حتى توصل المعلومة.